تستمر الأوضاع الإنسانية في التدهور، ولا يصحبها سوى تلك الدعاوى المتجددة التي تطلقها المنظمات الدولية الداعية لإنهاء أسباب الأزمة كالتقرير الذي أصدرته منظمة اليونيسف. العديد من الأرقام أوردها التقرير واصفا الوضع الكارثي بشكل عام والطفولة بشكل خاص، حيث رصدت إدارة حماية الطفل في المنظمة مقتل أكثر من 1000 طفل وإصابة 1500 آخرين منذ مارس من العام الماضي وحتى مايو من العام الجاري. التقرير ذكر أيضا أن 1,500,000 طفل مصابون بسوء التغذية، منهم 370 ممن يعانون سوء التغذية الحاد. الإحصائيات التي تجاوزت أرقامها خانتي المئات والألوف لتصل للملايين لا يمكن أن تعكس سوى مأساوية ما وصل إليه الوضع الإنساني في اليمن في ظل استمرار الحرب وإهمال وتخاذل الحكومة والمجتمع الدولي.